طالبون بالحرية أن يبدأوا بحرية أنفسهم، كيف ما كنقولوا أن لكي تكون مؤمنا بالديمقراطية ينبغي أن تكون أنت نفسك ديمقراطيا. على كل حال كما رأينا في كل درس كما تعرضين هناك نقطة أساسية نعود إليها وهي الحرية. فهي أولا قبل كل شيء تحرر تجدية دينامية مستمرة وكوانضال من أجل الحرية والحرية بكل أبعادها. ثانيا أن هذا الشمولية التفكير فالهدف بالطبع وهو تصور لتدخل في كل أبعاد وأساسا كما تم التركيز عليه وهو أن نصل إلى نظرية ورؤية مستقبلية وواضحة المعاني. ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب ولي أمة منهودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش التي تتطلب فعلا إنها قصيدة عصماء تجعلنا نقر ونحن نحتفل بالذكرى الخمسينية لرحيل العلامة والشاعر والمفكر الموسوعي علال الفاسي بأننا لا نحتفل فعلا برحيله بل نحتفل بحضوره في غيابه حضور متعال مفعم بعبق التاريخ والوطنية وموسوم بالدلالات الرفيعة والمعاني العميقة. اليوم مؤسسة علال الفاسي طرحت ندوة مهمة حول موضوع شمولية الفكر والحرية عند الفاسي اعتبارا أنه اليوم مع التطورات التي يعرفها العالم من ضروري أن يكون هنالك فكرا شموليا أي فكر الذي يأخذ بالاعتبار البعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي والبعد الثقافي بالنسبة للسياسات العمومية وبالنسبة كذلك لضمان وقع إيجابي على المواطنات والمواطنين ولتحقيق تحرير المواطن تحريره من الفقر تحريره من الجهل تحريره كذلك من الظلم تحريره من تبعيات الثقافية فكل ذلك حاضرا في فكر علال الفاسي. علوي جامعي وروائي مغربي وعضو مؤسسات علال الفاسي. جميل جدا الاحتفال بالذكريات نسميه العيد الذهبي والعيد الفضي وما إلى ذلك. خمسينية مرور 50 سنة على وفاة علال الفاسي هي مناسبة لإعادة التفكير للوقوف عند المحطات الكبرى في فكر علال الفاسي ثقافيا وفكريا وليس سياسيا. فالعروض التي قدمت كان الغرض يعني كلها ساعت كيفيات مختلفة لتسليط الضوء على هذا الجانب البعد الفكري البعد النظري في الفكر تاع علال الفاسي والبعد اللي كيجعل انه مفكر عربي مسلم معاصر وليس مفكرا مغربيا فقط. هذا هو الجميل والقوي في الامر واللي في حاجة الى اعادة اكتشاف. اظن بانه هذه مرحلة اولى وسيكون عندنا لقاءات متعددة اثناء سنة علال الفاسي حول مواضيع من هذا القبيل. وكما قال الأخ الأمين العام الآن أنه يوم 12 الشهر المقبل يعني في هذا الشهر شهر المقبل شهر يونيو سيكون لقاء حول الشعر مع بيت الشعر وسيتطرق لقضية فلسطين في شعر علال الفاسي وإن شاء الله سيكون مهم جدا ونحن نتألم جميعا لما يقاسيه الفلسطينيون بصفة عامة والعرب كذلك من آلام. ونحن نحتفي اليوم بالذكرى الخمسينية للزعيم رحيل الزعيم علال الفاسي فإننا نحتفي بحضوره في غيابه حضوره كمرجعية فكرية شاملة دعت إلى تحرير الفكر وتحرير المعتقد وكذلك دعت إلى حرية الفكر في جميع عناصره الروحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهي في الحقيقة مناسبة نستذكر من خلالها أعماله الفذة ومؤلفاته التي نعتبرها بمثابة مرجعية تؤسس لفكر متحرر وتؤسس لفكر حر بكل ما تحمله الكلمة من معنى.